جمال عنقور هذا كوز معروف من زمان كل كانوا مقتربين مره لا خلاص انا جاي من السعوديه ما في هسه اول حاجه السعوديه جو في الاجتماع حصل الليلة دي اجتماع مناسبة غدا هنا يا الكوزان يعتبرون كوزان ويزول احنا قاعدين كوزان محمد الدنيا عيد بس يا اسف خلاص الكلام يا غراندي انا افتح لك الكلام انا دارك يا جماعه انا ما دارك تعمل شو دقيقه شو ساعتك دارك شو يعني انتوا عندكم جهه مذوله منكم صح؟ ايوه التنسيقيه التنسيقيه يا اخي انا قلت لكم يا اخي انتوا ما عرفتوا الكلام ده قلت لكم يا جماعه ده الواحد يكون واعي شوفوا مهرجان اللي حصل فيه شو نتكلم في اللايف قبل كده يعني انت عباس زاد عيب يعني انه زاد خالص عليك الله يبدأ ما يجي فزك يا شباب اجتماع ولا ما عارفين دي كرامة ولا سماية شباب تقعد شارع عليكم بالجنبات بس Yeah.